مرور الوقت اكتسب الثقه، ولما دخل المجموعات ازدادت كما يقول لك الشهيه تاتي مع الاكل. وهذا هو المفروض انه انا نشوف باللي المباريات التمهيديه هذه اصعب من دور المجموعات فعلا، لانه في دور المجموعات بامكان الفريق في حاله تعثر انه يتدارك ولا يكون الاقصاء مباشر، اما في مباريات من هذا النوع فيكون الاقصاء مباشر. ونداء لانصار الوفاق للعوده الى مدرجات ملعب الثامن ماي، والتاكيد لفريقهم بانه من ورائه في السراء وفي الضراء، وهي كره اخرى لصالح الوفاق. الحكم ماذا يقول؟ لم يعلن عن ضربه جزاء في الكره الاخيره، ولو انه الصادق سلمي اعلن فعلا كان فيه تدخل قوي نوعا ما عن 10 ضربات جزاء في البطوله التونسيه. هو حكم دولي سنة 2016 يعني، أدار العديد من المباريات. ضاعت فعلا لصالح الوفاق دائما الذي سيطر في هذه المرحلة الثانية على مجرياتها. ربما هو يضغط، هذا أول تغيير من جانب الفريق الضيف بدخول اللاعب رقم 24 وهو بيانغونو كومبو مكان اللاعب رقم 11 الذي خرج مصابا كريست غومامبو. كرة للوفاق تلعب قصيرة، سيسدد من بعيد مثلا توفيق زرارة، يبحث عن رفيق ومتعرف في الركنية. فعلا الوضعية كانت مناسبة للتسديد على المرمى مباشرة، وهذا هو الشيء المطلوب دائما في ظل تكتل المهاجمين، لأنه الحارس الرؤية تكون محجوبة وهنا الكرة تكون مخادعة. الكرة مخادعة، ونتمنى أن يخادع الوفاق مرة أخرى بهدف رابع. لما لا يصعد نقومه فوق الجميع مرة أخرى، والحارس في المكان المناسب، الحكم يمنح له الأفضلية. مخالفة في مباراة مثيرة يعني، بغض النظر عن فعلا نحن نتمنى تأهل الوفاق، ولكن 5 أهداف شيء مهم. هذا يعطي الفرجة، هذه كرة القدم أهداف. يسترجعها مادا من دون أن يرتكب الخطأ لداغولو، هل سيسدد من بعيد؟ يلعبها قصيرة مع مادا ولكنها لم تصله، مسترجعة من اللاعب ماتوندو. الانطلاق في الهجمة المعاكسة، حذاري من هذا اللاعب البديل الذي دخل قبل لحظات. العودة إلى الخلف لزميله إنيامي، إنيامي يحتفظ بالكرة يبحث عن الحل. الانطلاق في هجمة معاكسة للوفاق، من هناك أكرم جعنيط يحتفظ بالكرة. أكرم أمقران لم يمنح له